أعزائي مشاهدي قناة الفضائية التربوية، أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي المهني الصناعي في مهنة تقنيات الحاسوب، يسرني أن أرحب بكم اليوم في ندوة تعليمية جديدة في مادة إدارة الشبكات للصف الثالث الثانوي المهني الصناعي مهنة الحاسوب كما أسلفت، وهي بعنوان إدارة مجموعات وحدة التخزين والمصفوفات. يسرني أيضا أن أقول لكم أن الشبكات الحواسيب حققت في استخدامها نجاحا باهرا في مجال أنظمة المعلومات الحديثة، خاصة في الشركات والبنوك والمستشفيات متعددة الفروع، وأدى استخدام هذه الشبكات إلى توفير في الوقت والجهد بشكل كبير. وتعتبر البيانات عصب الأنظمة الحاسوبية، وتعطي الحلول التخزينية، وتعطى أيضا هي الأولوية العليا في الميزانيات المخصصة لعمليات تقنيات المعلومات أو تقانة المعلومات، لأن تكامل البيانات وقابلية تخزينها وحمايتها هو أمر أساسي لنجاح العمل وزيادة المردود. إضافة إلى أهمية الدور الذي تؤديه عملية تخزين المعلومات التي أخذت بالتسارع بخطى واسعة، وترافق ذلك مع عمل الشركات في بيئات غير مضمونة، وقد واجه موظفو تقنيات المعلومات أخطارا محدقة وتهديدات ضخمة عبر الشبكات. لذلك أصبح من الضروري اعتماد خطة نسخ احتياطي واستعادة الحالة الأصلية بعد وقوع الكارثة، حيث تشكل حلول تخزين المعلومات العنصر الأساسي في هذه الخطة الضرورية. سوف نتحدث إذن اليوم عن مادة إدارة الشبكات الوحدة الثالثة المتعلقة بإدارة مجموعات وحدات التخزين والمصفوفات، وهي تقع في سياق الخطة الدرسية لمهنة تقنيات الحاسوب في الصف الثالث الثانوي المهني الصناعي. ويسرني قبل بداية الندوة أن أرحب بالضيوف الأكارم في هذه الندوة، وهم المهندس محمد عقلة المدرس في تربية دمشق. أهلا وسهلا أستاذ محمد. وأيضا المدرس وليد درويش المدرس المهندس في تربية دمشق. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك أستاذ. طبعا كما سبق وتعودنا في ندواتنا السابقة، نتقاسم الحديث والأسئلة، ونضع بعضنا البعض في مقدمة أولية تصف الوحدة التدريبية التي هي موضوع الندوة بشكل عام، ثم ننتقل لنتناوب الحديث، ولأيضا نقوم بإعداد بعض التمارين العملية أو ربما الأمثلة التطبيقية التي ستكون في سياق الندوة. الحديث سوف يبدأ من عند الأستاذ وليد كمقدمة عن الدرس، تحدث فيها عن الأقراص الصلبة، كيف يتم التعامل معها، وكيف يتم العمل مع الأقراص الأساسية والديناميكية. تفضل أستاذ وليد، الحديث لحضرتك. أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلابنا وطلاب الصف الثالث الثانوي الصناعي لمهنة تقنيات الحاسوب. طبعا درسنا اليوم الوحدة إدارة مجموعة وحدات التخزين والمصفوفات الريد. بداية كان مثل ما أسلفت حضرتك أستاذ فهمي، موضوع البيانات وتخزين البيانات هو الموضوع ذو أولوية في معظم الشركات وعلى اختلاف أنواعها. لذلك كان لابد لنا من وضع آلية لنسخ أو لتخزين البيانات واستعادتها والحيلولة دون فقدانها. فظهرت لدي تقنية الريد، تقنية الريد اللي هي إدارة مجموعة التخزين والمصفوفات. طبعا قبل ما نبلش بالتعرف على تقنية الريد، بدنا نتعرف على العنصر الأساسي بالتخزين على الحاسب، اللي هو القرص الصلب أو الهارد ديسك. طبعا مثل ما بنعرف وبيعرف جميع طلابنا أنه القرص الصلب هو وحدة التخزين الرئيسية في أجهزة الحاسوب والمخدمات، حيث يتكون من أقراص مغناطة تدور بحيث يقوم لاقط كهرومغناطيسي بالقراءة والكتابة من وإلى السطح الممغنط. طبعا نحن عم نتعامل بالشبكات، عم نتعامل مع الويندوز سيرفر 2008.
ففي آلية للتعامل لتعامل النظام الويندوز سيرفر 2008 مع الأقراص الصلبة. هو عم يتعامل بنوعين أساسيين، بيدعم نوعين أساسيين. النوع الأول يلي هو البيزك أو النوع الأساسي يلي هو النوع المتعامل فيه بجميع إصدارات ويندوز إصدارات ويندوز السابقة اللي بنعرفها، الويندوز إكس بي، الويندوز 7، الويندوز 8 و 8.1 أو 10، يلي هو قرص فيزيائي واحد يقسم إلى أقسام منطقية، بحيث يتعرف نظام التشغيل أنه بيشوف هالقرص الفيزيائي الواحد مجموعة أقراص منطقية أو مجموعة أقراص بسموها أقراص منطقية أو أقراص لوجيك. النوع الثاني اللي عم يتعامل معه نظام الويندوز سيرفر 2008 اللي هو كان النوع الديناميكي، اللي هو هو سياق السياق اللي احنا حنتمحور فيه حندوتنا، انه انا حاخذ مجموعه من الاقراص الصلبه اجمعها مع بعضها بحيث انه نظام التشغيل يتعرف عليها كمجموعه واحده. وهذا النوع الديناميكي بدا استخدامه من ويندوز سيرفر 2000 والاصدارات اللاحقه لهذا النظام. طبعا رح نتعرف على كيفيه بتمرين عملي رح نتعرف على كيفيه تفحص القرص وإلغاء تجزئة القرص لما له من أهمية كبيرة في موضوع في عملية يعني البحث. هذا كان سؤالي التالي، أنه كيف يتم فحص أقراص التخزين وإلغاء تجزئتها؟ أتمنى أن تكون ذلك من خلال تمرين عملي موضوع. تماما، تفضل أستاذ. طبعا نحن حنشتغل على البيئة الافتراضية اللي هي الفيرتشوال بوكس. نحن قمنا ببناء آلة افتراضية، حملنا عليها نظام التشغيل ويندوز سيرفر 2008. هنقوم بتشغيل هذه الآلة نعم. إذا يتم الآن تشغيل الآلة الافتراضية. الآلة الافتراضية ما الذي ننتظره الآن؟ طبعا هلا الآلة بده يطلع عليها، بده يشتغل نظام ويندوز سيرفر 2008. طبعا بنلاحظ هلا بلش. هي بتاخذ وقت بسبب انه بتستهلك كميه من الذاكره الاساسيه للجهاز، فلذلك بينما يتحمل النظام على الذاكره الرام. نعم. اذا يتم الان تشغيل الاله الافتراضيه اللي قمنا بانشائها الموجود ضمن نظام ويندوز سيرفر 2008. الان يعني ذلك بهدف فحص اقراص التخزين تماما والغاء تجزئتها، اليس كذلك؟ اذا يتم التحميل الان. ارجو التعليق حول الفيديو او ربما طبعا نحن الهدف الاساسي من استعمال الاله الافتراضيه هو ايجاد بيئه مناسبه للعمل ضمن بيئة المخدمات، لأنه مثل ما بنعرف نحن إنه السيرفرز أو المخدمات هي عبارة عن أجهزة عالية التكلفة، فأحيانا أنا ممكن يلزمني عدة خدمات بستعيض أنا عن إنه يكون لكل خدمة سيرفر مستقل، انه انا يكون عندي كيان فيزيائي وحيد وبقسم عليه ببني عليه عده آلات افتراضيه باستعمال هالبيئه الافتراضيه اللي نحن عم نستخدمها حاليا. طبعا هي واجهه الويندوز سيرفر 2008. حاليا انا راح ادخل على السيرفر مانجر. عندي الستوريج، ديسك مانجمنت،
أو إدارة الأقراص، بلاحظ أنه في عندي هون الأقراص اللي موجودة عندي، اللي هو القرص اللي موجود عندي اللي هو قرص النظام هو سي، أفترض عندي هو الموجود عندي مبين حاليا، أنه أنا بدي أقوم بالقرص بعملية فحص لهذا القرص وإلغاء التجزئة. طبعا ممكن يتساءلوا طلاب ما معنى، يعني ما معنى إلغاء تجزئة الأقراص، أو ليش بدي أستعمل أنا، ليش بدي أستعمل إلغاء التجزئة للأقراص؟ الهدف الأساسي هو قيام عملية تنظيم للقرص، للاستغلال المساحات الموجودة عندي، يعني هو عملية تنظيمية للقرص. طبعا عندي هي القائمة، هاختار منها الخيار Properties يلي هو خصائص، طلع لي مجموعة تبويبات، رح اختار منها التبويب Tools، أدوات. هون حيكون عندي مجموعة خيارات. طبعا ملاحظين انه بالويندوز سيرفر 2008 اللغة الوحيدة اللي المتاحة هي اللغة الإنجليزية، بعكس أنظمة التشغيل الباقي أنه في عندي إتاحة لعدة لمجموعة لغات، ممكن العربية أو اللغات المحكية الأخرى. بأنظمة التشغيل المتعلقة بإدارة الشبكات، النظام اللغة الوحيدة المستخدمة هي اللغة الإنجليزية. يعني في جميع الأحوال عند إعداد المناهج في التعليم المهني وعند إعداد الوحدات التدريبية كان في نهاية كل كتاب يوجد مسرد مصطلحات تماماً، مصطلحات اللغة الإنجليزية، مصطلحات اللغة الإنجليزية، يعني كل المصطلحات التي تمام. سوف ترد في ضمن الكتاب ستكون موجودة تماماً. في نهاية حتى الكتاب، حتى يستعين فيها الطالب صحيح خلال درسه، يعمل المقابلة بين الشيء اللي بيعرفه هو باللغة العربية وبين المصطلح الإنجليزي اللي موجود. وبالحقيقة يعني لغة التكنولوجيا هي اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية تمام. حالياً تمام. بلاحظ بهي التبويبات عندي ثلاث خيارات اساسيه اللي نحن بدنا نستعمل منه الخيارين الاساسيين، اللي هن الايرور تشيكن او تشيكينج او تفحص الاقراء، تفحص الاخطاء، وعندي الديفراجمنتيشن اللي هي الغاء التجزئه. طبعا الخيار الاول هو يقوم على التحقق من الاخطاء اذا في بالقرص الصلب ان وجدت، فانا اذا اعطيته الخيار تشيك ناو رح يعطيني خيارين، automatically fix file system errors، أي إصلاح الأخطاء، أخطاء النظام بشكل آلي، وعندي الخيار الثاني scan for and attempt recovery of bad sectors يلي هو مسح فحص واستعادة القطاعات التالفة. طبعا انا ملاحظين انه على كل عندي كل مربع في علامه تشيك، انا فيني اخذ تحقق بدون اي عمليه من هذه العمليات بانه ما اخذ ولا خيار، وفيني انا اخذ احد الخيارات حسب انا الحاجتي اللي انا بدي اشتغل وفقه. تمام. هلا عندي الخيار اللي بعده اللي هو ديفراجمنتيشن يلي هو الغاء التجزئه. طبعا انا هون بلاحظ في عندي اختيار اللي هو defragment now، انا بضغط عليه فبيعطيني مجموعه الاقراص اللي موجوده عندي، وبيعطيني امتى تمت اخر عمليه الغاء تجزئه ان وجدت العمليات، وبيعطيني سير العمليه. بلاحظ في عندي انا خيارين اللي هنا analyze disk وعندي defragment disk. طبعا الخيار الاول اللي هو الانالايز اللي هو تحليل للقرص لتحديد المسارات، تحديد عمليه الديفراجمنت، وعندي الديفراجمنت اللي هو الخيار الغاء التجزئه. انا فيني اقوم بالخيارين، وفيني اذا اخذت الخيار الثاني الديفراجمنت مباشره حيعطيني التحليل، وحيعطيني القيام، حيعطيني العمليه، سير العمليه مباشره، مثل ما لاحظنا انه بلشنا بالعمليه الغاء التجزئة، فعم يعطيني الـ running، وعم يعطيني قديش تمت عملية التحليل لهالقطاعات اللي عندي. إذن يعني بذلك نكون تحدثنا عن كيفية فحص
فحص الاقراص والغاء التجزئه اللي هي تعتبر العمليات الهامه بسبب لتنظيم هي عمليات الهامه التنظيميه للقرص الصلب الموجود عندي. نعم. اذا اداره مجموعات وحدات التخزين والمصفوفات يعني اختصروها الكتاب برموز انجليزيه ريد. هلا لها معنيين، المعنى الاول redundant array of independent disks يعني مصفوفه من الاقراص الصلبه المستقله، وفي لها معنى اخر هو redundant array of inexpensive disks. ريد ريد او رايد ما حتفرق معناها ار اي اي دي. اذا سانتقل عندك الاستاذ محمد، يعني ما هو مفهوم الرايد وما هي طرق تنفيذ انظمه الرايد بشكل عام؟ هلا مثل ما حكى الاستاذ وليد قال في انا عندي طريقتين نوعين للتكوين الاقراص الصلبه، النوع الاساسي اللي هو موجود بالانظمه التشغيل الطبيعيه او المكتبيه ذات المستخدم الوحيد مثل ويندوز 7 ويندوز 10 وما الى ذلك، وفي عندي نوع ثاني اللي هو النوع الديناميكي. النوع الديناميكي انه انا عندي مجموعه هو مجموعه من الاقراص بخليهم يشتغلوا بشكل متزامن بحيث نظام التشغيل هو عم يعتبرهم كانهم قرص واحد، لكن هن عمليا عم في طريقة معينة حسب النظام اللي نحن عم نتبعه لعملية التخزين. طبعا لأن أنظمة الرايد عملت لي ميزات كثيرة. أول ميزة أنه ممكن تعطيني إتاحة بيانات بشكل دائم، يعني على سبيل المثال أنا ممكن السيرفر تبعي معرض لأخطار طبيعية، ممكن مثلا ينضرب الهارد الرئيسي الموجود عليه نظام تشغيل السيرفر، أو يصير مثلا لا سمح الله شيء كارثة معينة، فأنا محتاج أنه يكون في عندي هالبيانات نسخة منها مكررة بحيث ما تتعطل الشركة إذا كارثة على صعيد أمن الشبكة يعني. طبعا أكيد. النوع الميزة الثانية اللي ممكن تعطيني إياها أنظمة الرايد اللي هو تحسين أداء محركات الأقراص. نحن محركات الأقراص الصلبة هي عبارة عن محرك ميكانيكي له سرعة دوران، كل ما زادت سرعة دورانه فمعناتها أنا عندي أداء أعلى بعملية القراءة والكتابة. فأنا الرايد ممكن استخدمها، بعض الأنظمة بتعطيني أداء بتحسن من أداء القراءة والكتابة بالنسبة لعملية التخزين. الميزة الثالثة اللي هي بتعطي أهمية للبيانات، بتعطيها درجة عالية من الحماية درجة عالية من الحماية بحال تعطل أحد الأقراص بحيث أنا ممكن استرجع بيانات هذا القرص. وآخر شيء الميزة الرابعة، طالما أنا عندي تعدد أقراص فمعناتها ممكن أنا يكون عندي زيادة في حجم السعة التخزينية لهذه الأقراص. هلأ في عنا طرق لتنفيذ تقنيات الرايد. في طرق بتم تنفيذها باستخدام العتاد الصلب الهاردوير، وفي طرق تانية بتم تنفيذها باستخدام العتاد البرمجي. هلا اللي بيتم استخدامها باستخدام العتاد الصلب، انا هون عم بعتمد يكون عندي بطاقة كرت معين اسمه كرت رايد بتم تركيبه على اللوحة الام، او ممكن تكون اللوحة الام الخاصة بالسيرفر يكون عليها بطاقة رايد. هالبطاقة هي مهمتها ادارة عمليات الرايد وتنفيذها. طبعا ميزة العتاد الصلب انه عملية المعالجة وتنفيذ عمليات الرايد بتكون على عاتق المعالج والمحدث المعالجة الموجودة على البطاقة الخاصة بالرايد، بمعزل عن المعالج الرئيسي الخاص بالسيرفر. اما باستخدام العتاد البرمجي، انا هون عم بعتمد على برنامج معين مثل نظام التشغيل ويندوز سيرفر بعملية تنفيذ مصفوفات الرايد، بس هون رح يكون عبء المعالجة او عبء تنفيذ هالمصفوفات هاي على عاتق وحدة المعالج المركزية او المعالج. فعمليا انا اذا بدي احصل على اداء كبير اداء منيح او اداء جيد بالنسبة لتنفيذ انظمة الرايد، فانا لازم استخدم الطريقة الاولى اللي هي بواسطة العتاد الصلب. انا اذا مثلا عندي مشكلة بموضوع الكلفة وما الى ذلك او بدي شيء محدد او بسيط، فانا بروح لموضوع العتاد البرمجي. امامنا هون في عنا مثلا صورة بتوضح كرت للرايد اللي ممكن يتم توصيله على المذر بورد، وممكن كمان في على اليمين مذر بورد في عليها مجموعة من منافذ الرايد يلي ممكن اللي هي مدمجة داخل اللوحة. أما باستخدام العتاد البرمجي مثل ما راح نشوف لاحقا مع الأستاذ، فينا نساوي باستخدام الويندوز سيرفر هو بيأمننا نطبق ثلاث أنظمة من أنظمة الرايد اللي راح نحكي عليها بعدين، وممكن كمان حتى مو بالضرورة يكون ويندوز سيرفر، ممكن يكون نظام اللينوكس فيني أنا أطبق عليه أو استخدمه لتنفيذ مصفوفات الرايد. هلأ نحن التمرين الثاني بالوحدة السابعة
هو عبارة عن كيفية إضافة قرص صلب. إذن هو عطف على مفهوم النظر اللي تفضلت فيه. تماما. التمرين الثاني في الوحدة. هو إنه نحنا أوكي أنا بدي أطبق مصفوفة رايد، فأنا محتاج أكيد لأكثر من قرص صلب، فأنا بدي أضيف أقراص صلبة. كيف يتم إضافة أقراص صلبة؟ تمام. لذلك هو أول موضوع إنه كيف أنا بدي أضيف. تتهيأ للمخ إلى المخدم. تمام. كيف أنا بدي أضيف قرص صلب جديد للمخدم وكيف بدي هيئه؟ مشان ما نطول فيها. طبعا التمارين العملية يعني مثل ما ذكرنا بالندوة السابقة يعني لها طريقة معينة يتم من خلالها تحديد بطاقة واضحة تحدد عنوان التمرين، مدة تنفيذه وأهدافه والأهداف الأدائية وأيضا الأدوات اللازمة والتي هي غالبا هنا يجب أن يكون لدينا جهاز حاسي. تمام. لازم نعم. بيئة افتراضية وبيئة افتراضية تمام. مناسبة صحيح لتنفيذ التمرين. فهلأ نحن رح نرجع على برنامج الفيرتشوال بوكس. هلأ أنا عندي السيرفر اللي كان عم يشتغل عليه الأستاذ عشان ما نطول بموضوع التحميل مرة ثانية. نعم بس نعم. عندي أنا سيرفر آخر بدي أنا لحتى أضيف قرص صلب جديد على على هالسيرفر هاد، بدي أفتح نافذة الإعدادات أو السيتينجز الخاصة فيه، بدي أروح لتبويب يلي اسمه ستورج التخزين. رح لاحظ أنه أنا في عندي متحكم وصلته هي ساتا، موصول عليه الهارد الرئيسي الموجود عليه نظام التشغيل، وموصول على هالمتحكم هذا أيضا السواقة الليزرية الافتراضي. طبعا نحن عم نحكي هون كل شيء افتراضي أكيد. الموجودة على هذا Virtual Box. Virtual Box. تماما. طبعا هي الغاية أنه مثل ما حكى الأستاذ أنه الطالب ببيته ما حيكون عنده عدة تجهيزات، ما عنده غير كمبيوتر الوحيد، فلحتى ينفذ فبيلجأ لموضوع Virtual Box. هلأ إذا أنا بدي أضيف هارد جديد أو قرص صلب جديد، فأنا بدي أضغط على هذا الرمز اللي هو أخذ شكل القرص الصلب. هون عم يعطيني خيار أنا ممكن أضيف هارد جديد موجود أو نسخة هارد افتراضية موجودة. اسمح لي أستاذ محمد، معنا اتصال بسام من دمشق، تفضلي. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا، تفضلي بسام، شو سؤالي؟ شو فرق بين الرايد والروم؟ الرايد والروم والروم روم ايه نعم ذاك. هلا الروم السؤال حيجابك عنه الاستاذ محمد عقله، تفضل. هلا ذاك الروم هو عباره عن ذاكره الموجوده على المذر بورد، هي الذاكره الدائمه اللي بتجي مع المذر بورد اللي فيها نحن بتكون برمجه من الشركه المصنعه. نحن ما لنا اي علاقه فيها هون بموضوعنا بداخل موضوع اداره الشبكات. اما الرايد نحن عم نحكي على اقراص تخزين اللي هي الهاردات عم تنوصل مع بعضها البعض مشان تساعدني بعملية التخزين داخل نظام التشغيل ويندوز سيرفر، فالذاكرة روم ما لها أي علاقة بموضوعنا هون. وصلك الجواب يا بيسان؟ بيسان نعم. إذا نكمل في شرح أنظمة الرايد أستاذ محمد. هلا بدنا نضيف نحن هارد جديد، نحن عملنا إضافة هارد طلعت لمربع حوار لحتى أنا أضيف يا أما هارد جديد create new disk أو choose existing disk أو أني أضيف هارد موجود أو نسخة هارد افتراضية أنا موجودة عندي على الكمبيوتر مسبقا. أنا هون ما عندي هيك، أنا عندي أني أضيف هارد جديد عم يعطيني هون نوع ملفات هاي النسخة الافتراضية. طبعا نحن حرين باختيار أي واحدة، حرح اختار النوع الثاني الـ VHD. التالي هون عم يعطيني طريقة التخزين، هل أنا طريقة التخزين هي ديناميكية ولا حجم ثابت. المقصود فيها أنه أنا مثلا ضفت هارد فرضا حطيته 50 جيجا، إذا قلت له fixed size يعني حجم ثابت، فهال 50 جيجا رح تنحجز من الهارد الرئيسي تبع الكمبيوتر تبعي. أما إذا حتى لو كان فاضي أثناء العمل، أما إذا أخذت أنا الخيار الأول اللي هو يفضل أن نأخذه نحن ديناميكي أو المساحة تخزينة ديناميكي، يعني أنا رح صحيح أخذ 50 جيجا لكن هو فعليا بجوز ما يكون غير 2 ميجا حسب أنا شو مخزن بقلبه. صحيح. فرح أضغط على الزر التالي. هلأ بهالمرحلة هاي لازم ينتبهوا طلابنا إذا كان عندهم أقراص سبق وعندهم أقراص يسموها بأي اسم غير القرص الموجود بحال كان عندهم واحد مسبق نفس الاسم، ومع تحديد المساحة التخزينية المراد إضافتها حسب شو بدهم هنين أو حسب شو مطلوب. أنا مثلا ضفت 51 جيجا مثلا رح أعطيه تسمية ديسك واحد وأعمل كرييت. فبهالطريقة هاي صار في أنا عندي قرص صلب جديد موجود على الآلة الثانية بالإضافة للقرص الصلب الأساسي الموجود عليه النظام. هلأ نحن بعد ما نضيف أي قرص لنرجع بس للواجهة واجهة السيرفر اللي كانت شغالة، أنا إذا بدي هيئه مباشرة للعمل فمثل ما فات الأستاذ وليد على سيرفر مانجر من خلال
شجره الستورج على الديسك مانجمنت اداره الاقراص. فراح لاحظ انا هالاقراص هي تم اضافتها، طبعا نحن هون سبق وضايفين ثلاث اقراص مشان الوقت. مثل ما شايفين هون القرص زيرو او الديسك زيرو هو المقصود فيه الديسك اللي هلا نحن عم نشتغل عليه اللي موجود عليه النظام. اما الديسك واحد والديسك اثنين والديسك ثلاثه طالما عطيني انلوكيتد يعني انا لسه ما عم بستخدمه هذا القرص ولسه مالي عامل له اي تهيئه. اي تهيئه. فانا اذا مثلا عمل له تهيئه بسيطه بالزر اليمين فوق اي احد هالاقراص ممكن نبلش بقى بعمليات الرايد يلي رح نحكي عليها مشان يصير لوكيتد. تمام، مشان يصير لوكيتد طبعا حسب ما احنا شو بدنا نشتغل. تمام، اذا يعني هذا هو مضمون التمرين العملي بشكل عام، اليس كذلك استاذ محمد؟ تمام. هل من اضافه حول هذا الموضوع؟ لا تمام، هلا هو التمارين الثالث والرابع والخامس اللي رح يبينوا معنا شو هالرايد هدول. اذا يعني هناك انظمه متعدده للرايد، يعني تمام. يعني تقول رايد 0 رايد 1 رايد 2 رايد 10 الى اخره. استاذ وليد، يعني ما هو نظام الرايد زيرو؟ نبدا اولا بنظام الرايد زيرو او اللي يسموه ديسك ستريبينج. كلمه ستريبينج يعني هي عباره عن تقطيع، عن التقطيع. ف بتعتمد تقنيه الرايد زيرو على انه انا في عندي مجموعه هاردات هي ممكن يكون عندي على الاقل اثنين وممكن يكونوا اكثر من يعني الحد الادنى اثنين والحد الاقصى مفتوح حسب استيعاب الاله او السيرفر. القرص المجزأ ليس كذلك؟ لا، هو ليس قرص مجزأ. نعم. هو حيكون عندي مجموعة أقراص، أنا حجزئ البيانات اللي موجودة. نعم. عندي. نعم. رح تجزئ. نعم. البيانات المكتوب اللي بدي أكتبها على الهارد مشان أنا عندي مجموعة هاردات ستجزئ عليها يعني تجزئ البيانات. تجزئ البيانات مثل ما حنشوف هلأ على هذا الشكل، بيعطيني انه عندي انا الديسك، عندي هون قرصين، ديسك واحد وديسك اثنين. ملاحظين عندي بلوك 1 بلوك 2 بلوك 3 بلوك 4 بلوك 5 بلوك 6 بلوك 7 بلوك 8، انه عم تتوزع عندي البيانات على هذين القرصين، يعني انا بيكون في عندي توزيع او تقطيع للبيانات تتوزع على القرصين. مثل ما احنا شايفين حنشوف هالشكل التوضيحي اللي بيوضح لي العمليه الرايد، كيف تتم عملية الرايد زيرو. عندي مثل ما شايفين هالكتلة هي كتلة البيانات يلي بدي أنا تكون تنكتب على مصفوفة الرايد زيرو اللي هي مؤلفة من قرصين اللي هي ديسك 1 ديسك 2. أول عملية ستتم هي عملية التقطيع. نعم. طبعا مثل ما أنا ملاحظين انضافت عندي البلوك 1 انضاف على الديسك الاول والبلوك 2 انضاف على الديسك الثاني. بعدين عندي بالنسبه لعندي للديسكين اللي بعد انضافوا عندي 3 و4، 3 انضاف عندي على الديسك الاول و4 انضاف على الديسك الثاني، 5 انضاف على الديسك الاول، 6 انضاف على الديسك الثاني. بعدين عندي 7 انضاف على الديسك الاول و8 انضاف على الديسك الثاني. إذن يعني ما هي أستاذ وليد، ما هي أهم ميزات ومساوئ؟ يعني ميزات من جهة والمساوئ من جهة. أولا الميزات مثل ما لاحظنا أنه باعتبار أنه صار في عندي تقسيم للبيانات، فصار هيكون عندي في عندي سرعة بالكتابة. يعني أنا يكون عندي بدل ما تنكتب كتلة البيانات كاملة على ديسك واحد ستكتب الكتلة على ديسك على هاردين على قرصين، أي أنه حيتوزع عندي الجزء، فحتكون عملية الكتابة أسرع، حتكون إذن عندي عملية كتابة أسرع. والميزة الثانية أنه حتقسم بياناتي على عدة يعني أقراص. هل يوجد نسخ احتياطي في هذه الحالة؟ هلا هي حنحكي هون على هي، حتكون هي أحد سيئات الريد زيرو او الرايد زيرو. اولا انه هي ما حتقدم اي نسخه احتياطيه للبيانات. لا. يعني مجرد انه راح اي جزء من البيانات، يعني انا فقدت كامل البيانات عندي، هي اللي انذكرت انه في حال تعطل احد الاقراص الموجوده ضمن المصفوفه حيضيع كامل البيانات عندي. السيئه الثالثه اللي هي انه انا لازم تكون عندي سرعه الاقراص المصفوفه كلياتها يجب ان تكون متماثله بالسعه. صحيح. وبالسرعة، لأنه في حال كان في اختلاف بالسرعة بين أحد الأقراص فالقرص الأبطأ هو الذي سيحكم
المصفوفي، حكى عمل المصفوفي. يعني انا اذا في عندي على الاقل قرص واحد سرعته اقل من باقي الاقراص، فحتكون سرعه المصفوفي سرعه القراءه او الكتابه من من والى المصفوفي بسرعه هذا القرص بسرعه الاقل او سعته. لا، السعه رح تكون سعه تجميعيه، لا بده يصير في هدر، قصدي بده يصير في هدر بالسعه. نعم يعني سيصبح هناك هدر بالسعة. يعني مثلا جاب هاردين، هارد 100 جيجا وهارد 50 جيجا، هو بده طالما البيانات رح تتوزع بالتساوي مثل وبالتالي لن يتم استخدام الا 50 من ال 100 الاولى، فعندي 50 ثانيه ما لها ضمن المصفوفه. ما لها ضمن المصفوفه، صحيح صحيح. نعم، مثال عملي استاذ وليد. طبعا في في عندي قبل المثال العملي وين بنستخدم، ليش ما دام في عندي انه هالسيئه لاستخدام، ليش بنستخدم تقنيه الريد زيرو؟ تستخدم هذه التقنيه عند بتطبيقات التي تحتاج الى قراءه وكتابه المعطيات بسرعه عاليه، مثل عندي برامج الفيديو اديتنج اللي هي الفوتوشوب. انا هون بحتاج لسرعه عاليه بالنسخ والقراءه والكتابه، ولكن لا احتاج لنسخه احتياطيه بسبب انه عندي الاصل اللي هو النسخة الأصلية اللي هي الصورة الأصلية أو مقطع الفيديو الأصلي موجود عندي. طبعا ما بنصح باستخدامها بالمخدمات للطلب وسوقية عالية بالتخزين، كما يجب أن لا تستخدم تقنية الريد زيرو في وحدات التخزين اللي بتكون محمل عليها أنظمة التشغيل. نجي للتمرين. التمرين العملي، طبعا نحن عنا الواجهة جاهزة، نحن فتنا على سيرفر مجانا طبعا بنفس الخطوات السابقة. نعم. من الأدوات قائمة ابدأ، أدوات الإدارية، السيرفر مانجمنت، الستوريج، عندي الديسك مانجمنت. مثل ما لاحظنا أنه أنا في عندي الأقراص المضافة مسبقا واللي عملناه لتهيئة، بدي يقوم بعملية ضمها ضمن مصفوفة من نوع ريد زيرو. فأنا بيجي على أحد هذه الأقراص وليكن ديسك 1، بضغط بالزر اليمين للماوس فبيطلع عندي مجموعة خيارات. عندي نيو ستريب، هأخذ الخيار نيو ستريبت فوليوم يلي هو معناته أنه بيعطيني، هو الإشارة للريد زيرو اللي هي عملية الريد زيرو اللي هي تقطيع البيانات. فهأخذ هذا الخيار، إذا هأخذ نيو ستريبت فوليوم بيعطيني المعالج، بيعطيني هو نيو ستريت فوليوم، اعطاني ترحيب يعني انه انا شو بدي اشتغل، انه الستريت فوليوم شو هو، شو حيقوم انه بعمليه حفظ للبيانات. ممكن نحتاج انا الى قرصين او اكثر. اقوم بضغط بضغط زر النكست. هون بيحدد لي انا شو بدي، شو هي الاقراص اللي بدي اضيفها بقى للمصفوفه. انا بدي اضيف ديس قرص او قرصين. طبعا مثل ما قلنا الريد ريد زيرو على الاقل لازم يكون في عندي قرصين، والحد الاعلى هو مفتوح حسب ما يستوعب عندي الجزر. حضيف انا ديسك 1 ديسك 2. طبعا مثل ما قلنا ملاحظين السعتين متماثلتين، سعتين متماثلتين. رح روح باتجاه الخطوة التالية يلي هي تحديد الحرف يلي هو اللي حيرمز لهالمصفوفة يلي هو انه سي او دي او اي اللي هو احد الاحرف الابجدية. طبعا الاحرف بياخدوها، بتتاخذ هذه الاحرف حسب قديش عندي عدد الاقراص الاساسية اللي موجودة عندي ضمن المخدم او السيرفر. طبعا هون اخذ لانه عندي انا السي مأخوذ سابقا، بلشت قال لي انه انا بختار، فيني اخذ من دي. طبعا في عندي عدة خيارات، انا ممكن اخذ من الاحرف الابجدية من الـ A to Z، بس انا حاخذ بحاول اخذ التسلسل اللي موجود عندي اللي هو الدي. ناخذ الخطوة التالية. طبعا هون عم يحدد لي عندي خيارين، Don't format this volume، لا تهيئ هذه المصفوفة، والخيار الثاني format this volume with following setting، يعني هيئ هذه المصفوفة بالخيارات التالية. اولا عندي نوع النظام، نوع انظمة الملفات اللي هو ال NTFS، allocation unit size يعني قديش سعة او مقطع التخزين قديش انا باخده. هون باخذ الخيارات ديفولت، الفوليوم ليبل اللي هو العنوان الفوليوم لشو بدك، انا هون ساعتها انا بتحكم فيه انه حسب ما يكون بدي
بسميه مثلا اذا كان عندي داتا ممكن يكون عندي انا اسميه editing، ممكن اسميه هون انا خيار، راح اخذ الخيارات الديفولت اللي موجوده عندي، اخذ next. طبعا بعد هون بيعطيني مثل summary او ملخص للشيء اللي انا ساويته، مجرد ما اضغط finish حيعطيني انه هذه العمليه انت بدك حتخلق هذه المصفوفه، بعطيه الخيار yes. طبعا قمنا بانشاء هذه المصفوفة، طبعا سيرمز لها بالرمز strip volume، مثل ما انا ملاحظين انه اخذت هي سعتها هي عبارة عن 100 جيجا، عبارة عن 100 جيجا بايت اللي هي مجموع الهاردين اللي قمنا باخذهم. نعم، إذن يعني هذا هو حول نظام الريد زيرو. الأستاذ محمد أتمنى يعني أن تحدثنا عن الريد وان مع مثال تطبيقي عنه إن شاء الله يتم شرحه لطلابنا. الريد وان هو عبارة عن النظام الثاني اللي إجا مثل ما حكى الأستاذ وليد، أنه الريد زيرو ما عندي أنا أبدا أمان للمعطيات بسبب أنه البيانات عم تم توزيعها على قرصين، فبحال تعطل أحد هذا الأقراص فعمليا نصف البيانات بالضبط راحت. صحيح. فنحن عندنا الريد واحد حلل لي مشكلة حماية البيانات. الريد واحد المقصود فيه أنه أنا يكون عندي قرصين كمان على الأقل، هالقرصين بيتم تخزين نفس البيانات اللي أنا بدي أكتبها بشكل متكرر او بشكل على شكل مرآة، يعني انا البيانات اللي كاتبها بالقرص الاول عمليا عم تنكتب نفسها على القرص الثاني. هون انا الريد وان عطاني اهم ميزه اللي هي ميزه اتاحه البيانات والامان، بحال تعطل احد الاقراص فانا عندي مرايه عن هذا القرص، يعني نسخه احتياطيه، نوع من يعني شيء اللي بيشبه النسخ الاحتياطي. نحن النسخ الاحتياطي هو البحث الاخير، انا ما فيني اقول عليها الرايد هي نسخ احتياطي. نعم. الرايد هي عباره عن طريقه لتخزين البيانات، يعني ميرور كانه يعني مرآة. تمام. نعم. فعمليا خلينا نشوف هذا الشكل، انا عندي بيانات. نعم. بالبدايه رح يتم تجزئه لمجموعه من الوحدات او البلوكات. هلا البلوك الاول وقت بده يتوزع رح يتم انشاء نسخه ثانيه منه وكتابتها على القرص الثاني، فعمليا انا البلوك واحد كتبته مرتين. صحيح. نفس الشيء بالنسبة لبقية البيانات، البلوك بالحالة السابقة كان يحط في كل واحد اثنين في كل ثلاثة أربعة، كان عم يوزع البيانات، كان عم يوزع البيانات على الأقراص. تمام. وطبعا هاي الطريقة مثل ما حكينا قبل شوي عطتني ميزات، الميزة اللي هي متعلقة بالأمان أو ضياع البيانات، بحال تعطل أحد هذه الأقراص فأنا عندي قرص جاهز لعمل للعمل. ف مثل ما حاطين هون انه يسمح بالحصول على نسخه احتياطيه، بس ما فينا نقول شمايف بالمعنى الدقيق. بنهايه الوحده في ملاحظه توضح للطلاب انه مو مقصود بهون بالرايد يعني انا عم بعمل نسخ احتياطي لكل شيء، اذا والله مستخدم راح حذف صوره بدي اعمل لها استخدم اعمل له ترجيعتها، لا انا هذيك النسخه الاحتياطي بعملها لموضوع استخدامات، اما هون انا عم بعملها على مستوى كامل القرص. نعم. يعني اذا انضرب القرص صار في اي مشكله ممكن ان قرص بديل. تمام. تمام. هي ايجاد بديل مشان ما اوقف السيستم عندي عن العمل. تمام. هلا هي الميزات، اما بالنسبه للمساوئ انا هون ما استفدت مثل الريد زيرو من سرعه المحركات. بالريد زيرو طالما انا وزعت الشغل على قرصين او اكثر فعمليا محركات الاقراص صحيح. عم تتقاسم الشغل وبالتالي سرعه القراءه والكتابه عم بتكون عاليه، هون عم بيكون عندي بطء بعمليه الكتابه لانه في تكرار. تمام، في عندي تكرار بكتابه البيانات وبقراءتها. فلذلك أنا بحاجة إلى متحكم لأنه عم يعمل عملية قراءة من مكانين مختلفين. في عندي هدر للمساحة التخزينية اللي أنا شاريها بمقدار 50%. أكيد. طالما عم كرر البيانات فمعناتها أنا عندي هدر 50%. في شغلة إنه أنا ما بقدر أعمل عملية تبديل للأقراص أثناء عمل الجهاز، وطالما عندي تكرار البيانات في كلفة، في عندي كلفة زيادة بعملية في هذه العملية. طبعا الاستخدامات للريد وان استخداماتها ممكن أنا أحط فيها عليها نظام تشغيل ملفات الأقلاع أو الاستنهاض، بحيث إذا انضرب أحد الأقراص أنا ما عندي مشكلة، النظام شغال وملفات الأقلاع تبعه شغالة وما بتوقف الشبكة عندي على العمل، وهو مناسب لعمل المخدمات الصغيرة ومناسب كمان للشركات اللي بتهم بياناتها مثل أنظمة المحاسبة وما إلى ذلك. هلأ نحن إذا بدنا نساوي واحد تطبيق عملي فرح نرجع لنفس السيرفر، رح امحي المصفوفة يلي سواها الأستاذ وليد
وقت بضغط بالزر اليمين على احد الاقراص الموجوده بضغط واخذ ديليت فوليوم رح اقول له يس، رح ترجع الاقراص عندي انلوكيتد ورح للوضع السابق للوضع الاساسي. يعني لاحظ تحت الكلمه ديسك 1 مكتوب بيزك، يعني اللي هو التكوين الاساسي اللي انحكى عليه ببدايه اللي كنت عم تسميه انلوكيتد. تمام. هلا يعني مهيئه او جاهزه لانه تطبق عليها اي نوع من انواع المصفوفه اي نوع من انواع الريد. هلا انا اذا بدي اطبق مصفوفه الريد 1 بالنسبه للويندوز سيرفر بضغط بالزر اليمين على احد الاقراص اللي جاهزين الانلوكيتد وباخذ نيو ميرور فوليوم. الميرور يعني المقصود فيه المرآة، طبعا احنا مو مسمينا ريد 1 لكن اخذينا بالتسمية انه مرآة لهذا القرص. صحيح. فبضغط عليها، عم يعطيني هون ملخص انا شو بدي ساوي، عم يرحب فينا، رح نقول له التالي، رح يعطيني المساحة يلي انا كنت ضاغط عليها بالزر اليمين، وحاطط لي هون على اليسار الافيلبل يعني الاقراص المتاحة لان نضيفها للمصفوفة. فانا بختار احد هذه الاقراص وبضغط على زر اد، فبتم اضافة هذا القرص الاخر الى المصفوفة. بتضغط على زر التالي. هلأ رح نرجع لنفس المرحلة انه انا بدي اختار حرف لهالمصفوفة هي او لهالقرص هذا الديناميكي، رح خليه على الحرف دي، وعم بيطلب هون عملية تهيئة للنظام، التهيئة للقرص هذا الديناميكي، شو نوع نظام الملفات، شو حجم الوحدة التخزين، وشو العنوان لهالقرص. رح اضغط التالي ورح اضغط على فينيش، رح يعطيني رسالة انه هل انا موافق ولا لا، واكيد نحن موافقين. رح نلاحظ انه رح يتحول الديسك 1 والديسك 2 من بيزك لدايناميك، ورح تتحول العلامه للون الاحمر، اللون الاحمر دليل انه انا مساوي ميرور فوليوم. هلا اذا بدنا نجي على مستكشف او مستعرض ويندوز، بيجي على الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر، رح لاقي القرص سي اللي عليه النظام، ورح لاقي هذا الدي اللي انا ساويته قبل شوي اللي شايفه انا هلا 100 جيجا. طبعا انا ضفت قرصين، قرص 100 قرص 100، بس هو شو شايف منه 100 بس، هن عمليا هن قرصين 200. فاذا حاولت مثلا ضيف اي بيانات جديده، مثلا انشات ملف هيك على السريع، فعمليا هذا الملف انكتب على القرصين اللي بشكله هذه المصفوفه. اذا هذا هو الريد 1. هذا هو الريد 1. استاذ وليد، نظام الريد 3 يعني ايضا ميزاته ومساوئه واستخداماته وتطبيق عملي حوله. هلا بالنسبه للريد 3 سمونا النقل على التوازي او الكتابه على التوازي. السبب انه هذا جمع بين تقنيتين، جمع وجود تقطيع للبيانات، بالاضافه الى عندي شيء اسمه معلومات فحص التماثل الباريتي، الباريتي الباريتي انفورميشن. تقوم المبدا الريد 3 الاساس، الريد 3 الاساسي على انه انا البيان القطاعات اللي موجوده عندي او البيانات اللي موجوده عندي رح تنكتب على اكثر من هارد، بالاضافه الى انه حيكون عندي مثل ما احنا شايفين هون انه عندي انا ديسك 0 ديسك 1 ديسك 2 ديسك 3، عندي ثلاث او اربع اقراص. على الاقراص الثلاثه الاولى كتبت انا البيانات مكتوبه بشكل بلوكات، عندي A1 A2 A3، بعدين عندي بالديسك اللي رقمه 3 اللي هو الديسك الرابع او الهارد الرابع عم يكون في عندي الباريتي او معلومات الباريتي للبلوكات من 1 ل 3. هي المعلومات فحص التماثل هي بتفيد في حال انا حدث اي ضرر او اي تعطل لاي بلوك موجود عندي من البيانات، من البيانات الموجوده المحمله على الهاردات الثلاثه، رح تعطيني امكانيه لاعاده استرجاع لهذه البيانات حتى اضمن انه ما يتوقف عندي النظام عن العمل. مثل ما الحين نشوف عندي هالشكل التوضيحي لعملية الكتابة ضمن الريد، ضمن مصفوفة. أنا عم بستخدم هون مصفوفة مكونة من 3 أقراص. أول عملية قمت بتجزيء البيانات، مثل ما لاحظنا كتبنا البيانات من A1 A2 وصار في عندي بعدين عملية تخزين للباريتي على الديسك الثالث بالنسبة للبلوكين A1 A2
ثلاثة أربعة كمان صار في عندي نفس تخزين. المثال نفس السابق عملية تمام. ولكن نفس المثال السابق انه هون لاحظ انه في عندي 3 ديسك في عندي تمام الديسك الثالث اللي هو عم يخزن عليه اللي عم تخزن عليه معلومات التماثل او الباريتي انفورميشن اللي بتفيدني في اعاده في اعاده البيانات في حال انا صار في عندي اي ضرر لهذه البيانات. ما هي ميزات الريد 3؟ اولا ملاحظين انه باعتبار انه في عندي تقسيم للقطع تقسيم عندي للبيان في عندي تقسيم للبيانات وكتابه على اقراص متعدده معناتها في عندي سرعه بالقراءه تمام. اذا عندي سرعه عاليه في القراءه والكتابه على الاقراص من اجل معدلات النقل الضخمه. طبعا هي المستوى الامثل للتطبيقات ذات البيانات المتابعه والموجوده في كتل كبيره والمطلوب نقلها في بسرعه. يعني انا هون بكون اخذت سرعه الريت زيرو استفدت من سرعه الريت زيرو واستفدت من الحمايه اللي موجوده بالريت 1. انا عملت انه عملت مثل دمج بيناتهم واخذت الميزاتهم يعني الميزتين لهما نفس المضمون تمام. هلا ما هي مساوئها؟ اولا هي صعبه جدا لذلك من المستحيل تطبيقها برمجيا لذا مثل ما حنشوف هلا ما حنشوف حتى بمنهاجنا ما في عندي شيء تطبيق للريد 3 برمجيا لانه انا بحاجه لاعتاد يعني ما في تمرين عملي ما في عندي تمرين عملي للريد 3 تماما. بطء في الاداء من اجل طلبات الدخل الخرج البسيطه والعشوائيه لانه انا عندي لما بدي اطلب انا استرجع اي بيان اي كتله من كتل البيانات بده يرجع عندي للباريتي لحتى يقدر يسترجع هذه البيانات ويعرف هي موجودة ضمن أي بلوك لحتى يقدر يتعامل معه. الخيار الثالث لا يمكن أن تتزامن عمليات القراءة في القراءة والكتابة في الوقت نفسه كون جميع الأقراص أثناء عملية كون جميع الأقراص مستخدمة في عمليات القراءة والكتابة. يعني إذن يعني هذا عبارة عن شرح موجز لنظام الريد 3 ويوجد أيضا في الكتاب نظام الريد 4 وريد 10 يمكن يعني لطلابنا الأعزاء أن يستطلعوهم من الكتاب طالما أن طريقة الشرح أصبحت واضحة. اسمحوا لي في نهاية هذه الندوة زملائي الأكارم أن أشكر حضوركم معي المهندس محمد عقل شكرا جزيلا لك وأيضا للمهندس وليد درويش شكرا جزيلا لحضورك شكرا معي وأنتم أعزائي المشاهدين أعزائي الطلاب نستودعكم على أمل اللقاء بكم في ندوات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.